كابتن عصام اتكلم فيها عجبتني، وان كنت اراها ستفتح بابا قد يكون مزعجا، اتمنى الا يندم عليه، واتمنى انه اذا بداه يستمر فيه، لانه سيواجه وقتها انتقادات عنيفه قد تمنعه من الاستمرار فيها، وهي انه يتعمل تشانل على اليوتيوب بشكل اسبوعي، كل جوله يتم فيها من جانب لجنه الحكام تقول فيها احنا اجدنا في ايه واخطانا في ايه، فنعترف قدام الراي العام باخطانا ونحلل ادائنا كحكام. ايه رايك في الفكره دي؟ والله انا شخصيا ما ينفعش اطلع للراي العام واقول ان انا اخطات او الحكام اخطات في هذه الامور. ليه؟ هتبقى ذريعه، لان ده اعتراف رسمي بالخطا، وهتبقى ذريعه للانديه انها تطالب بتصحيح النتائج. دي ابسط حاجه اقدر اقولها. واعتقد ده حصل قبل كده من بعض الحكام لما طلعوا واعترفوا باخطائهم دون ذكر اسمائهم، حصلت مشاكل كبيره. عملت مشاكل كبيره للجنه الحكام وعملت مشاكل كبيره لبقيه الانديه المنافسه. ما تشوفهاش على الجانب الاخر شفافيه من اللجنه، بان احنا اهو بنقول على الغلط بتاعنا، فغلطنا مش على واحد بس او مش موجه لاتجاه واحد. بص يعني في مجتمعنا دلوقتي، انا اسف انا راجل واضح وصريح، مجتمعنا وطريقه التعامل اللي بيتم التعامل بيها بين الانديه وبعض، هذا الكلام لن يكون في صالح كره القدم. تمام. النهارده بيبقى قرار تقديري، قرار تقديري بيتحسب هنا وما بيتحسبش هنا، الدنيا بتقوم. مفهوم. الدنيا ما بتقوم. صح. فانا انا انا طبعا انا 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 مش عايز اجهد فكر، يمكن كابتن عصام عنده فكر معين. أيوة. عايز تقول رايك في لا انا بقول لك، لو انا معلش. أيوة. انا بقول لو انا مسؤول. لو انا مسؤول، انا مره من المرات في سنه 2005 حبيت اعمل حاجه مشابهه لدي، اقل منها شويه مشابهه ليها، وهي ان انا بعمل التحليل التحكيمي لكل اسبوع في اتحاد الكره مع الحكام. فدعيت ساعتها، الفكره بالنسبه لي كنت دعيت المدربين والاعلام يحضر الندوه. تمام. وفي هي الندوه اتعملت، كان كابتن عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد. كانت 2004 مش 2005، رئيس الاتحاد. تمام. كان اتحاد معين. وانا جيت كنت اسمه مدير اللجنه الفنيه للحكام او حاجه كده، المدير الفني للحكام. وجبت اول مره حبيت اعمل فكر ده. أيوة. كنت متخيل، انا كنت لسه يعني. تمام. لسه ما عنديش خبرات في الاداره، يعني كنت لسه مبطل تحكيم. مفهوم. واخد بالك؟ وحبيت اعمل ده لاني شفته قبل كده. فجاءت برد فعل عكسي. عربي. لا ده في فريق كان مغلوب 5-0 5-0، والمدير الفني بتاعه حضر. واللعبه الاولى قام الحكم وقال رايه فيها، كانت ركله جزاء وما كانتش صحيحه. وخرج المدير الفني ده في الصحافه كلها قال لك اعتراف لجنه الحكام ان الهدف الاولاني ركله جزاء غير صحيحه. يبقى معنى كده ان انا ايه؟ اتظلمت. بعد كده 5 واتظلمت. ده ماتش الزمالك وحرس الحدود ده ولا ايه؟ لا انا مش عايز اتكلم عن تفاصيل ولا اسماء، معلش. تمام. اوكي. فجاء كابتن عصام راح من نادي وقال لي كابتن جمال والله انا شايف ده عمل حصل مشاكل كتير صراحه. طب شفتها في الدوري السعودي عندهم يوتيوب شانل بيعملوا فيها الفكره دي؟ انا ما اعرفش، انا ما تابعتش. شفتها من ايام كده، فقد تكون فكره مقتبسه. انا 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 بقول لك انا بقول لك انا بقول لك اهلا وسهلا بالافكار الجديده. مفهوم. بس انا اتمنى. أيوة. ان احنا يعني نقيسها على قد مستوى. تمام. تقبل الناس عندنا. صح. لردود افعال القرارات التحكيميه. طيب نقطه اخيره، سؤال فني. طب هل في البروتوكول بتاع الفار ما يمنع ان الانديه تطلع على الحوار اللي دار ما بين حكم الساحه وحكم الفار؟ بص انا هذه النقطه يمكن بتثار دلوقتي. ايوه. فانا كمان عشان ارد عليها لازم ارجع للبروتوكول عشان ما يبقاش كلامي يتاخذ كده رسميا. أيوة. لكن بالمنطق وبالمفهوم. طيب لو انا اديت الانديه الحق انها تطلع على اللي بيحصل من غرفه الفار بين حكم الفار وحكم المباراه. أيوة. طب ما هو من باب ادعى بقى انا كمان كمسؤول لازم اقول للانديه رايي في اللعبه، اقول لهم اذا كانت صح ولا غلط. هنرجع نفس الموضوع تاني، انه هل انا اقدر اقول للنادي انا ده اللي هو عائده على مين؟ انا عائده على مين؟ انا كمسؤول لجنه حكام يعني. لجنه حكام او اتحاد كوره. تمام.
انا بص انا مش عايز اجزم في حاجه يا هاني عشان ما تتفتش على الثاني. اه ما انا مش عايز المنطق قد ما انا عايز البروتوكول بيقول ايه. انا بتكلم على المنطق، انما البروتوكول معلش لازم ارجع له ثاني. تمام. ولازم اقراه كويس ثاني عشان دي ما اصل دي ما لم تصار لي في شغلي في الفار او في تدريب الحكام، لان دي ما كانش وارد انها تبقى موجوده. انه نادي عايز يطلع على ايه اللي حصل. فانا ما اعرفش، وبالتالي تمام. أنا بحييك على وضوحك، بحييك جدا على وضوحك، وبشكرك على وجودك معايا كالعاده كابتن جمال الغندور خبيرنا التحكيمي والحكم الدولي السابق.